نحن أسود الغاب أبناء الحروب، لا نهاب الموت أو نخشى الخطوب، نحفظ السودان في هذه القلوب، نفتديه من شمال أو جنوب، بالكفاح المر والعزم المتين، هو قلوب من حديد لا تلين. الفكرة الأساسية هي من الجداريات أو اللوحات التمت دي، هي نحن سمينا نحن مجموعة من شباب بري أو لجان مقاومة بري، قعدنا وأطرنا لمشروع نظري اللي هو إعادة بناء وتشكيل اللوحات اللي تم مسحها في القيادة العامة. كانت في مجموعة من الأعمال أو اللوحات الجميلة المعبرة عن الثورة، معبر عن الواقع السوداني، معبر عن جماليات الشعب السوداني وتضامنه مع بعض، تم طمسها وتم مسحها من قبل العسكر. فنحن مجموعة شباب قعدنا وقلنا إنه الفنون هي لا تموت، الفنون هي لا تنسى، الفنون لا تمحى. قعدنا عدنا تأسيس الجداريات أو بأشكال مختلفة. يمكن نحن في السنين الفاضي السابقة الفن ما كان مدينه القيمة الأسى، يعني تغيم بيها وبالجداريات الظهرت دي. فالجداريات دي حتى غيمت ليك الزول الفنان، زام بقول لك ده فنان، ده دي شغلة فلان اشتغل، لا فنان دي شغلة. لكن أسى الجداريات دي غيمت ليك إنه الفن ده هو المعبر الأساسي لكل الأشياء في الحياة. فالجداريات كانت حاجة غيمة. يعني أنا بتذكر عندي واحدة صديقتي قالت لي يا سعدية أنا شفت حاجة جميلة جدا جدا في جاتني كصورة. الحاجة الجميلة شنو؟ قالت لي جداريات ما شفت إلا في برلين وما شفت إلا في كندا.
فأنا أتمنى هي ترسلها لي. فدي حاجة قالت لي معبرة وحاجة يعني الواحد ما كان بيتخيلها. الفنانين الأولاد الصغار الشايفان ديل بيعملوا العمل ده. فالجداريات كانت مدرسة. الجداريات جد كانت مدرسة، واحتمال دي تمشي لقدام يعني توري قيمة الفن وربط الفن بالثورة وربط الفن بالحياة وربط الفن بالمعيشة وربط الفن بكل. فالفن ما هو يعني غنى وما هنا، بالعكس الفن هو كل شيء. والفن ده الفن ده أساس الحياة يعني، إن كان غناء وإن كان تعبير يعني. حتى الأولاد أو البنات في الاعتصام وليد اللحظة، الواحد بيجيب لك قصيدة وليد اللحظة بيرسموا لك منظر أنت ما بتتخيله يعني. أشياء دي قيمة الفن. فالفن يعني كان له تأثير كبير. يا وطني يا بلد أحبابي، في وجودي تريدك بيالي. يا وطني يا بلد أحبابي، في وجودي تريدك بيالي. الزغروطة والثوري واقف جم راسة، والجيش بيحمي في شعبه واللمة حلوة بيناسة، والوقفة لكل البلاد والشعب الطيب أساسة. والعزة ليك يا وطن انت المدرس والسلام، ما برضى فيك يا وطن ما برضى ليك يا سودان، ما برضى شوفك ما برضى ذلة للوطن، بس الصبر هانت خلاص مدلك وعد كلمة لسان، والكلمة كلمة حق عديل والحد عمره ما يتهان. أنا بقول الفنون عامة هي رسالة قوية جدا، رسالة بصرية قوية جدا، باختلاف التفاصيل اللون واختلاف تفاصيل اللاين اللي احنا شغالين عليه او الجدارات بصفه خاصه. انا سعيد جدا اول حاجه اشارك مع كل الالوان الموجوده وكثافتها على الثوره، وكوننا نعبر ككل التشكيلين بغض النظر محترفين ما محترفين، ناس شاركت عبرت عن لون حقيقي، عن ثوره حقيقيه، عن ثوره بصريه حقيقيه، تقدر تصل للمتلقي بصوره جميله وجيده يعني. أنا ما أعرف، لكن دائما الفنون في السودان بصفة خاصة كان في فترة سابقة في حكم البشير السابق كانت سيئة جدا، ما كان فيها احترام للجداريات، ما كان فيها. السنة دي أو الحكومة الجديدة يتمنى نلقى حقنا، نلقى جداريات حقيقية، الناس تقدر تفهم ما معنى جداريات، ما معنى لون، ما معنى الموضوع ده بجد مهم، معنى الفنون الحقيقية مهمة جدا. الفنون ما شطر التشكيل في الدراما، في كل أنواع الفنون المختلفة في دروبنا يعني. بريدك يا بلادي وكم أقول بهواك كم بحلم، بريدك يا بلادي وكم أقول بهواك كم بحلم. بأعلى قمم سلام، حرية عدلي عم بلادي التاج بأعلى قمم. شبابنا كان لهم أكبر الدور في ثورة يعني، في الحراك الشارع والكنداكات بالذات كان لهم دور كبير جدا جدا. حتى في الرسومات وفي الجداريات كان عندنا كنداكات لهم أكبر الأثر. في القيادة نفس الشيء كان لهم دور كبير، كل المقاييس يعني، بدا من زغروطة الكنداكة لغاية حراكة في الشارع لغاية مقاومتها للعسكر. قاومنا مقاومة شرسة جدا جدا، بالذات الكنداكات زي ما قلت لك كان لهم أثر كبير جدا يعني، في الشارع، في يعني تشجيع للشباب للسوار لكله، كان لهم أكبر الأثر. يا وطني يا بلد أحبابي، في وجودي تريدك بيالي. يا وطني يا بلد ده
الزغروتة والثوري واقف جم راسه والجيش بيحمي في شعبه واللمة حلوة بيناسه والوقفة لكل البلاد والشعب الطيب أساسه والعزة لك يا وطن انت المدرس وسنان ما برضى فيك يا وطن ما برضى ليك يا سودان ما برضى شوفك شوف كئيب ما برضى ذلة للأوطان بس الصبر هانت خلاص مدلك وعد كلمة لسان والكلمة كلمة حق عديل والحق عمره ما يتهان. يمكن الجداريات والرسومات عموما هي دورها كان في الثورة كبير جدا. الفكرة الأساسية للجداريات بدت ما قبل السقوط في الحتة بتاعت كتابة الحيط تسقط بس ولن تحكمنا حكومة الجوع، دي كانت البداية ما قبل الجداريات، وده كان حيطة الإعلام بتاعتنا. ما كان في إعلام لأنه الإعلام السوداني ما كان بيساندنا، القنوات السودانية ما كانت بيساندنا، إعلامنا كان الحيط دي هي اللي كانت بتوصل رسالتنا لكل الناس لكل المجتمع. فقدنا الجزء الكبير اللي هو الإعلام المباشر عن طريق التلفزيون عن طريق الراديو عن طريق القنوات الصوتية القنوات المرئية، كان إعلامنا هو الحيط. فبدأ فيها الكتابة بتاعت تسقط بس، الإضراب، لن تحكمنا حكومة الجوع، يسقط حكم العسكر، المنادى بالدولة المدنية. بعد سقوط الثورة بدأت الجداريات اللي هو تكريم للشهداء، رسومات فنية عكست يعني اختلفت. في البداية كانت منادى بالتغيير، كانت واجهة إعلامية منادى بالتغيير، بعد السقوط بقت واجهة جمالية. فالجداريات دي تعتبر واحدة من الإعلاميات اللي وصلت صوت الثورة للشارع قبل السقوط وبعد السقوط. صوت الثورة للشارع كان ما قادر يصل بسبب الإعلام السوداني الموجه لكيان معين أو لحزب واحد، إعلام الحزب الواحد. كانت الجداريات دي كسر للحاجة دي، ككتابة كرسومات هي الكسرت الحاجز ده ووجهت صوت المناضلين في الشارع للحتة دي. وطن الجدود لازم تعود نحميك بالأرواح نجود، عدل وسلام من غير حدود، حرية في ربوعك تسود. وطن الجدود لازم تعود نحميك بالأرواح نجود، عدل وسلام من غير حدود، صافي النهب صافي النهب. شفت الدورة تحية لكم في غبوركم أمهاتكم، البركة فيكم في أبطالكم الشتيمة في المقام الأول للبهايم. الإعلام هو المقصود لأنه عامل نايم، نحن طلعنا عشانك وقلنا تسقط بس، صب الحرية لأمثالك، عزة نفسك بس، أكسب اسمك وسمعتك ووقف بس مع أخوانك وأهلك، بطل خيابة ودس. الصور اللي كانت في الجدارات يعني ابتداء من القيادة العامة مرورا بالمدارس بالروضات يعني كانت لفتت انتباه الناس، حتى صور الشهداء، الصور اللي كانت بتحمس الناس ان فعلا انه بتذكرهم بشنو، بتذكرهم ب 19 ديسمبر، بتذكرهم ب 6 ابريل، يعني ساهمت بدور كبير جدا في الوعي، والشعب السوداني هسه بقى يعني جد واعي. شعارنا هو الحرية، شعارنا عالي فوق متربع فوق القضية، والقضية هي غاية والغاية بكل سلمية، والسلمية قال الشعب وكل الشعب اللي قضية، وارتكاز الثورة دي مستمر بكل سلمية، امتداد بحر الخرطوم لندر العباسية، القيادة هي وطننا والجيش ذاتي تحية، نحن النادي يا وطن وطننا ينادي يا حرية. وأنا بعتقد باعتقاد متواضع واعتقاد بصري المسيرة حقت نوصل رسالتنا هي صعبة في السودان، لكن نحاول نوعي بها كثير. بي 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 أنا ما داير أضرب لك أمثلة، لكن في أمثلة كثيرة جدا وصلت على مستوى العالم، الجدارات وصل يعني تقدر تصل للمتلقي بطريقة جميلة جدا. يعني عندك أبسط الأشياء، يعني مثلا أنا ما قادر أعبر عن رأي أو ما قادر أعبر عن كلام، ممكن أعبر بلون، بقدر أوصل المحيط به وأنا كسامر، يعني المحيط به وأنا كمعاناة، المحيط به بكل التفاصيل الحاصلة. أنا ما شايف فيها حاجة صعوبية، يعني بس شايف الصعوبية كيف نعبر. تعبنا كتير نزفنا سنين سنين، وزي المعفنة ضفا مرقنا مرقنا نحنا معاك معاك، ما بيناتنا كان
الكفة كنت براك أقوى سلاح أقوى سلاح أقوى سلاح. الشهيد ما راح الشهيد فينا دم الشهيد ما راح. نحن أسود الغاب أبناء الحروب لا نهاب الموت أو نخشى الخطوب. نحفظ السودان في هذه القلوب نفتدي من شمال أو جنوب.